افتكر يا دكتور اسماعيل الفيديو اللي حضرتك جبته هو فيه الهارموني ما بين الاريجيشن والاستريشن، ده كان فيري امبرسيف حضرتك بعتهولي. انا مش عارف اقول ايه للدكتور احمد دلوقتي، انا مش لاعب خلاص. بس الاول عشان بس يعني اوري انمي الاستريشن بتاعنا ده، هو في فيرست بوت سيشن بتاع الدكتور اسماعيل ساعدنا فيه جدا. يعني عايز اصور معاكم سيناريوز كده. عايز استعرض معاكم شويه سيناريوز كده، اكيد كلنا او معظم الستارتنج فيك وسيرجنز مروا بيها. اول سيناريو يمكن which seems a little bit benign، يعني اكيد واحنا شغالين كان بيحصل شويه تربلنس في الفلو في الانتيريور تشامبر. كلنا واحنا شغالين بيحصل هارموني زي ما حصل مع الدكتور اسماعيل كده، بتلاقي في حاجات بتطير في الانتيريور تشامبر. يعني this is a scenario which may be benign، مش مشكله، ما فيش مشكله ان احنا نعمل شويه حركات في الانتيريور تشامبر. And another scenario، أكيد كلنا برضو تعرضنا لهاي مايوبيك بيشنتس وإحنا شغالين، تلاقي الأنتيريور تشامبر is very deep وإنت مش عارف توصل داون deep to the nucleus في الفيكو بروب. وساعات كتير أصلا أنت تبقى النيوكليس أوت أوف فوكس عشان تعمل لها فيكو، فأكيد في حاجة غلط في السيرجري. أوحش سيناريو ممكن إحنا عدينا السيناريو الأولاني والتاني، نيجي عند اللاست كوادرانت، عمالين ناكل في اللاست كوادرانت and we are يعني نعد نفسنا ان احنا هنزرع بعد شويه والعمليه هتخلص. نلاقي لاست كوادرنت اتاكل والبوستيريور كابسول نط بتاعت الفيكو بروب، حصل بوستيريور كابسولر تير وممكن يحصل فيتشرز بوست والعمليه تدخل في اتجاه ثاني خالص، وبدل ما هنزرع هنواجه كومبليكيشن في العمليه. طيب يا ترى ايه البارامتر؟ يعني اكيد في بارامتر او اكتر كان في مشكله عندنا. وفي الحقيقه في الثلاث سيناريو دول بارامتر لو احنا خدنا بالنا منهم كنا ممكن نحل المشكله، وهو ده موضوع الكونفرسيشن بتاعتنا دلوقتي. بليز واتش يور بوتل هارت. انا بس هتكلم عن الايديا يعني ان فيري سمبل مانر. طبعا الدكتور اسماعيل برضه اتكلم عنها ان ديتيلز، هقول حاجات بسيطه. انا بشبه الانتيور تشامبر دورينج سيرجري بذيس دايجرام. انا عندي بول دي او البالون دي تمثل الاي، وانا عندي اوت فلو represented by the aspiration في الفاكيوم بتاعي. طبعا الاسبريشن بتاعي او الفلو ريت بتاعي ده بيتحكم الاتراكتابيلتي، انا بسحب حاجه من الانتيريور تشامبر، والفاكيوم ده بيحدد لي الكونتابيلتي، انا عايز امسك حاجه عشان اكلها. لازم اعوض الكلام ده كله بالبوس اوف فوليوم اللي موجود في الانتيريور تشامبر ده الفلو سيستم اللي هو الاريجيشن بتاعي. الاريجيشن بتاعي البارامتر اللي انا بتحكم فيه هو البوتل هايت، يعني انا عايز اعلي ازود الانفلو او ازود الانجيشن بزوده عن طريق البوتل هايت. انا عندي طبعا يعني 3 بيدل بوزيشن. بوزيشن 1 ده اللي هو بيتحكم لي في الاريجيشن او بيبقى فيه اريجيشن. الفود بوزيشن 2 ده اريجيشن واسبريشن، وطبعا زي ما احنا واخدين بالنا مفيش اسبريشن وداوت اريجيشن والا هيحصل لوس كلابس الانتيريور تشامبر. والبوزيشن 3 ده عندي اريجيشن واسبريشن وفيكو. انا في البوزيشن 1 انا ما عنديش زي ما احنا شايفين كده الاوت فلو استراكتد، الاوت فلو مش موجود اصلا لان انا ما عنديش اسبريشن، وبالتالي انا عندي اريجيشن بس. وبالتالي الضغط اللي موجود جوه الانتيريور تشامبر هو المحدد الضغط بتاع او الهايت بتاع البوتل بتاعتي، وقالوا ان كل 15 سنتيمتر هارد ضغط تليف الاوتوكيشن اي هيؤدي الى 10 ملم مركوري هيدروستاتيك بريشر. But this is the case always during surgery، لان انا في معظم السيرجري بتاعتي ما بتبقاش في البوزيشن 1، لاني مش هدفي في العمليه ان انا ادخل اعمل اريجيشن بس او اعمل انفليشن بس للانتيريور تشامبر، وانما انا هدفي ان انا هعمل فيكو، هعمل اسبريشن، اشيل النيكلس اند موف فروم ذا اي. فانا during most of my surgery انا في بوزيشن 2 او 3 اللي عندي irrigation واسبريشن، وبالتالي انا in a hydrodynamic pressure مش hydrostatic pressure، وبالتالي البريشر ما بيوصلش للليفلز اللي انا بتكلم عنها دي. ولازم ناكد على انه this is a balance between two systems، يعني زي ما انا عندي irrigation انا المفروض to balance it by او عندي aspiration في loss of volume in acute chamber، لازم to balance it by gain of volume in acute chamber والا هيحصل كولابس.
نيجي للنايت مير بتاعنا اللي هو السيرف اند ستير كابسولر ستير. انا عندي هنا الريجيشن اسبريشن عالي جدا، هنا حصل اوكلوجن وبالتالي حصل انكريز للانترا اوكلر بريشر. وبالتالي الانتر اوكلر بريشر ارتفع للهيدروستاتيك بريشر اللي ديترمند باي ذا توتال هارت ليفل. بعد كده لما حصل بريتش للاوكلوجن هيحصل سادن اسبريشن للفلويد ويتش از نوت كومبنسيتد باي ان فلو او ريجيشن، وبالتالي هيحصل ما يسمى بالسيرج، هيحصل كولابس للانتيريور شيك. انا عندي حل للسي عشان افويد سيرج او كذا حل اسماعيل قال لنا عليهم في الاول خالص، بس كفلويدكس انا عندي ان انا ازود البوت الهاي وبالتالي ازود الاريجيشن، او الحل الثاني ان انا اقلل الفاكيوم، بس مش دايما احب اقلل الفاكيوم او الفلو عشان ده هيقلل لي الكونتابيلتي بتاعته، وبالتالي انا ممكن يبقى انا عندي سلاح في ايدي الثانيه استخدمه ان انا ارفع البوت الهاي وبالتالي اعمل مور ستابيلتي للانتيو تشيك. ودي استاد فعلا عملوها، يعني ده مش كلام ثيوريتيكال، استاد عملوها على الكلينيك والمينيوم ولقوا فعلا ان السيرج بيقل ان الينير ما انا لما ازود الفوت الخالص. وممكن من الكلام ده اوصل لكونكلوجن ذا هاير ذا بوتل ذا بيتر وذا مور ستيبل ذا انتيو تشامبر. هل الكلام ده مظبوط؟ دي النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها. هل دايما احب ان انا اعلي الازازه بتاعتي؟ ممكن اقول ان انا لو عليت الازازه بتاعتي ليستر وديرز ليستر which is true. في ميزه ثانيه ان انا لو عندي عكس السيناريو اللي انا كنت بقول عليه في الاول خالص اللي هو هاي مايونيك بيشنت ودي انتيور تشامبر، لو انا عندي شالو انتيور تشامبر وانا عايز اعمل مور ديبنينج للانتيور تشامبر ممكن ارفع الازازه. في مقابل كده انا عندي مشاكل ثانيه ان انا لو عندي ديب انتيور تشامبر وعليت الازازه هلاقي مور ديبنينج للانتيور تشامبر، وانا مش عايز كده، وبالتالي في المايوريك بيشنس انا احب ان انا اوطي الازازه شويه. في حاجه ثانيه ان انا الازازه البوتل هايت بتاعتي زي ما قلنا بتدترمن الاريجيشن بريشر بتاعي، فانا لو معلي الازازه خالص انا عندي عمال اعمل انفليشن اول ذا تايم للانتيور تشامبر، وبالتالي انا عامل بريشر على الاندر لاين ستراكشرز اللي منها السنيوز واللينس. لو انا عندي بيشنت عنده كومبرومايز لينس كبسول زي مثلا الاكسبوليشن سيندروم ده ممكن يعمل لي كومبرومايز للريزلت بتاعتي ويعمل لي سبلكسيشن للنس جيم سيرفر. الحاجه الثانيه ان انا لو انا بحمي البوستيريور كبسول بان انا بعلي الازازه عشان اقلل السيرج، انا اوريدي لو انا عندي بوستيريور كبسولار تير انا احب اوطي الازازه لان انا دلوقتي عندي اتريس اكسبوز، وبالتالي البريشر اللي راجع لورا الهاي بريشر اللي راجع لورا هيعمل لي مور هايدريشن للفيتريس، وبالتالي هيحصل لي فيتر لوس في الانتيو تشامبر ويحصل مور كومبليكيشن. مش كده بس، ده في ستادي يعني قالت حاجه جديده ان انا البريشر بتاعي مش بيضغط ورا بس ده بيضغط قدام كمان، فبيعمل لي مور كومبرومايز للاندوثيليوم. دي كانت ستادي معموله 2009 منشوره في الجورنال قالوا لما اعلي البوتل هايت الكورنيال اندوثيليوم هيحصل له مور دامج. وده يمكن كان مش عارف الدكتور اسماعيل يوافقني ولا لا، ده كان كنت during my يعني early cataract cases كنت اخاف جدا استعمل فيكو، فطول الوقت عمال اعمل ريجيشن العمليه مثلا بدل ما ممكن اخلصها مثلا في وقت قليل ممكن اعمل نص ساعه ثلاث اربع ساعه عمال تايم عامل اعمل ريجيشن، وطبعا البوتل هايت عالي من غير فيك خالص. الاسيستنت بتاعي يقول لي ادي فيكو انا خايف، ادي فيكو انا خايف، ادي فيكو. لسه قبل ما يشتم على طول بروح ادي فيكو. تاني يوم تاني يوم الاقي في كورنيا القديمه جامده، طب انا ما استعملتش فيكو، هي عندي بتتلكف انا ما استعملتش فيكو خالص. اي ثينك كوز باي ذيس هيدروستاتيك هايت هيدروستاتيك بريشر ديوينج سيرفر. انا عمال اتكلم نوطي الازازه نعلي الازازه، طب هي الازازه المفروض تبقى على دي؟ هل انا قلت اي فاليو لغايه دلوقتي؟ بتقطع لساني لو قلت لساني دلوقتي. ما ينفعش ان انا اقول لحد اشتغل عند ارتفاع معين، لان كل واحد بيشتغل بالارتفاع اللي هو عايزه. فنو سوليد فاليوز، ما ينفعش اقول لك
في الريجيشن في مثلا فيكو عند ارتفاع كذا، الكورتكس موفر عند كذا، فكل واحد كان ترمن هيز فاليوز، بس هو عارف البرنسبلز اللي انا قلتها. بس هم قالوا يعني ده الريفرنس اللي انا رجعت لها بيقولوا الافريج بيبقى من 65 ل 105 سنتيمتر هاي ماشي، بس it is again it is a balance between my irrigation and my aspiration. هنيجي ناخد بعض الأمثلة على بعض الأجهزة اللي عندنا عشان يعني our clinical practice. مثلا Infinity اللي احنا common اللي بنستخدمه ده diagram شون ده Infinity. ناخد بالنا من حاجتين intravenous tool with bottle hanger تعالى عليها الفيرس صوان بتاعتي، والفلويديك مانجمنت سيستم، ودي نقطة مهمة. والماشين بتاعتي بيقيس ارتفاع الازاز من فين؟ ما بتقيساش من البيشنت اي ليفل، يعني انا ما بقول بوتل هايت انا ما بقيساش من الاي ليفل، وانما بقيسها من الفلويديك مانجمنت سيستم اللي موجوده في الجهاز. وبالتالي لازم اخد بالي من النقطه دي، ان هي بيشنت اي ليفل المفروض في فرق ما بينها وبين الجهاز. لو هي هتفرق جامد انا ممكن ادخلها في الجهاز اقول له البيشنت اي ليفل على مسافه قد كده من الفلويديك مانجمنت سيستم بتاعك، وبالتالي احسب لي البوتل هايت المفروض. دي تريكه حلوه جدا دكتور اسماعيل قالها لنا من شويه. لو انا علي الازازه على الاخر ولسه انا I didn't acquire a stable anterior chamber اعمل ايه؟ انا ممكن اوطي السير شويه. ده اللي ريكومندد اللي مكتوبه في الانفينيتي مانيوالز. بلس انا قلت انا ما بقولش فاليوز، بس دي يعني حاجه ناخد منها بعض المشكله. During ultrasound هم بيقولوا الإزازة بتبقى تقريبا عنده عن على ارتفاع 95 سنتي، during irrigation aspiration على بعد على ارتفاع 98 سنتي، during anterior vitrectomy الإزازة على بعد على ارتفاع 55 سنتي because I don't want more irrigation to push the anterior vitreous face into the anterior chamber. Maximum bottle height infinity هي 110 سنتي. طبعا كل الأجهزة يعني have the same principles، تختلف من جهاز لجهاز. الـ recommendations الـ maximum bottle height يعني أعتقد في الـ signature الـ maximum bottle height 105 سنتي. دي البانيل اللي عندنا نفتكر، بس دي الجزء بتاع الـ backlash aspiration rate مش تبعنا خالص، دي الـ outflow system. أنا بس من الـ inflow system اللي هو الـ irrigation ماشي. وهنشوف هنا الـ irrigation ده 110، لو تلاحظوا مفيش ما ينفعش إن احنا نعديه عن كده ماشي. من البانيل ده أنا ممكن أتحكم في الـ irrigation. نطلع من الكلام ده كله بإيه؟ When to raise my bottle height؟ فهل انتشال الانتري تشامبر أو last quadrant because I'm afraid of surge ويحصل posterior capsular tear؟ I should lower my bottle height with deep anterior chamber with subluxated lens and after posterior capsular rupture. لازم أعرف إن البوتل هايت ده يستخدمه in my hands. لو أنا مش عارف أستخدمه صافي أستخدم في غير مصلحة. نشكر دكتور محمد، البرزنتيشن كانت لطيفه. عايزين بس في خمس دقائق ديسكشن عشان احنا يا دوبك الوقت معانا. اي اسئله لو اي حد عايز يسال اي سؤال لاي واحد من البرزنترز دلوقتي ممكن يفضل ايه ما يسال، او يدينا ورقه بس يسلمها لنا لاي حد، يسلمها اللي قدامه على طول بس توصل لنا على طول ونعرض الاسئله. في رقم واحد، رقم اثنين بليز ما تنسوش موضوع الايفالويشن فورم ده مهم قوي علشان فور يور بنفيتس في السيشنز التاليه. اي اسئله دلوقتي في الوقت الحالي؟ طب المجمل بس اللي عايزين نقوله ان الالترا ساوند باور دكتور اسماعيل شرحها، احنا يهمنا بس تعرف الفرق ما بين كونتينوس وبارتي فيرست الترا ساوند. موضوع الدكتور عمرو العوامري شرح الموضوع ده باستفاضه ووراك الفرق ان انا لو استخدمت بيكيم اللي شويه صغيرين في البروفينج ممكن يعمل ايه، ممكن ياثر على زميل ازاي، فبنفتكر الكلام ده.
الدكتور احمد حبيب شرح لنا من اول السبيكلم لغايه الاريجيشن اسبيريشن واهميه السبيكلم، وهي حاجه ما بنهتمش بيها قوي وبتشيل اي حاجه، لا تهمنا قوي السبيكلم ان ما ينفعش يضغط على العين وما ينفعش تحط العين، وكذلك التشوبرز وكذلك الليكتر مانيبيوليترز والاريجيشن اسبيريشن، وبيكون في ماتشنج ما بين الاريجيشن واسبيريشن بوتس. والدكتور محمد شرح لنا في الاخر فائده البوتو هايدو، دي وان اوف ذا موست اندر استيميتد توبكس في حالات الفيكو ماسكيشن. الناس كتير ما تبقاش فاكره واخده بالها كويس قوي من الفوتو هايت، مش شرط تكون عاليه باستمرار، ده معناها انها تبقى كويس عشان امكان الكورني فيو زي ما اتفضل وقال. هذا الهاي مايوبيا طبعا بتبقى مشكله، بيبقى في اوت اوف فوكس، بيبقى التيرو تشيبر فيري ديب، اللي التيرو تريك مش ريكومندد، وفي نفس الوقت لما تكون مش عارف التيرو تشيبر بنضطر ان احنا نرفع الفوتو هايت. فيو كان تايتريت الفوتو هايت اكوردنج تو يور تكنيك اكوردنج تو ديفرنت ستيجز اوف ريسيرش اند اكوردنج تو ذا سيتويشن. اي اسئله في الوقت الحالي؟ طيب نشوفكم ان شاء الله. احنا بالنسبه لنا ككورس فيك واشوفكم يوم 31 بليز ايفالويشن فورم مهمه قوي، 31 ان شاء الله 12 نص السنه مش كده؟ اه